الاتجاهات في الجدول الدوري. يتألف الجدول الدوري من 7 أسطر تدعى المدارات و18 عمود تدعى المجموعات. تتموضع العناصر في الجدول الدوري حسب عددها الذري، والذي يعني عدد البروتونات في النواة. إذن ماذا ترينا كل من أعمدة وأسطر الجدول الدوري؟ تشترك في السطر العناصر التي لها نفس عدد المدارات. على سبيل المثال الصوديوم Na في السطر الثالث العمود الأول، لأن توزيعه الإلكتروني 2-8-1، بينما الكلور يتواجد أيضا في السطر الثالث لكن في العمود 17، لأن توزيعه الإلكتروني 2-8-7. في كلا التوزيعين لدينا 3 مدارات، لهذا وضعت هذه العناصر في السطر الثالث. يمكنك أن تلاحظ الرابط بين رقم العمود وعدد إلكترونات المدار الأخير للعناصر. ملاحظة، إذا كان رقم العمود مكون من عددين نأخذ الرقم الثاني. أوقف الفيديو بينما تفكر. رقم العمود يعطينا عدد الإلكترونات المتواجدة بالمدار الأخير للذرة. الآن قم بإيقاف الفيديو قليلا وقم بكتابة التوزيع الإلكتروني لعنصر الكربون 6، علما أنه متواجد بالسطر الثاني العمود 14. التوزيع الإلكتروني للكربون هو 2-4. تحدث التفاعلات الكيميائية بناء على حركة الإلكترونات، لذلك كل العناصر التي تشترك في نفس العمود تحمل نفس الخصائص الكيميائية. دعونا الآن نلقي نظرة على اتجاهات الأسطر في الجدول الدوري. دعونا نتجه من اليسار إلى اليمين. ماذا تلاحظ أول؟ أولا العناصر تتغير من معدنية إلى لا معدنية. كذلك نلاحظ تناقص في نصف القطر الذري، هذا لأنه توجد بروتونات أكثر في الأنوية تقوم بجذب الإلكترونات إليها. كذلك يوجد تزايد في طاقة التشرد الابتدائية، وهي الطاقة اللازمة لنزع إلكترون من الذرة، وتزايد في الكهروسلبية والتي تعني جاذبية الرابطة الذرية لزوج إلكتروني في الرابطة التكافؤية. الآن هكذا تبدو أعمدة المجموعات. كلما هبطنا نحو الأسفل العناصر تصبح أكثر معدنية، وهذا واضح جدا في المجموعة 14 حيث يقع الكربون 14 في السطر الثاني اللا معدني، لكن الرصاص المتواجد في السطر السادس هو معدني. بالمناسبة هل تتذكر أن العناصر المعدنية تتفاعل بفقدان إلكترونات واللا معدنية تتفاعل باكتساب إلكترونات؟ كما نلاحظ أيضا أنه كلما نزلنا أسفل العمود زيادة في نصف القطر الذري، هذا يعني أنه يوجد عدد كبير من الإلكترونات تضاف مع زيادة كل مدار، ومع ذلك هناك تناقص في الطاقة الابتدائية للتشرد والتي كما قلنا سابقا أنها الطاقة اللازمة لنزع إلكترون. هناك 3 مجموعات في الجدول الدوري مقررة في البرنامج الدراسي. المجموعة الأولى عائلة القلويات، المجموعة 17 عائلة الهالوجينات، والمجموعة 18 عائلة الغازات الخاملة. بالنسبة للعائلة الأولى، كلما نزلنا نحو الأسفل تصبح المعادن أكثر قابلية للتفاعل، هذا لأن المعادن تتفاعل بفقدان إلكترونات. كلما نزلنا أسفل المجموعة 17 العناصر اللامعدنية تصبح أقل قابلية للتفاعل، لأن العناصر اللامعدنية تتفاعل باكتساب إلكترونات. في المجموعة 18 نلاحظ تشبع المدار الأخير للعناصر، وبالتالي هي غير قابلة للتفاعل، كثافتها ودرجة غليانها تتزايد كلما هبطنا نحو أسفل العمود.